النهارده اتشرفت باستلام تكريم معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من الدكتور محمد معيط وزير الماليه، وكان التكريم الحقيقي ليا ان الاسم اللي قبلي كان الدكتور مجدي يعقوب. وبالتالي وزير الماليه مجدي يعقوب. تكريمات جوائز المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. الاستاذ محمود خيري المتخصص في تحليل كافه البيانات المتعلقه والجميل في أسواقها، أسعارها، شرح التجارب، الأداء الخاص بها. النهارده اتشرفت باستلام تكريم معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من الدكتور محمد معيط وزير الماليه، وكان التكريم الحقيقي ليا ان الاسم اللي قبلي كان الدكتور مجدي يعقوب. وبالتالي